أن الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا تجعل من الحوار اليوم أكثر من واجب وطني، وهو الحل المتاح والممكن، لأنه صمام أمان من كل أنواع المخاوف والمخاطر المحدقة ببلادنا. نضم أصواتنا إلى الداعمين لهيئة الحوار الوطني والوساطة التي استطاعت أن تتقدم بخطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وما أحدثته من ديناميكية داخل المجتمع من أجل التعجيل بالحل السياسي المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف. ولم يبقى للمتقولين أي حجة بعد فصل المؤسسة العسكرية وترجيحها لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة. وأثبتت الجميع بهذا في الداخل والخارج بأنها مؤسسة جمهورية كما عهدناها. إن الحذر المطلوب من اليوم من الوضع الاقتصادي الذي يزيد في التأزيم بعد السياسات الفاشلة التي كانت معتمدة من قبل والقائمة على الاحتكار واقتصاد الريع، والتي استفاد منها شل دون باقي المواطنين، ومن عقلية الانتظار وعدم المبادرة والتخوف المبالغ فيه، مما يجعلنا ندعو بهذه المناسبة إلى ضرورة مرافقة المؤسسات الاقتصادية في استمرار نشاطها ومعالجة كل ما من شأنه تعطيلها بحلول اقتصادية لا إدارية فقط تحقق المنفعة للجميع، وتراعي أيضا القدرات التنافسية لهذه المؤسسات، وتقلل من التداعيات والارتدادات الاجتماعية والمالية من جراء توقف نشاط هذه المؤسسات.